ايه هي شهب الرباعيات؟ ازاي اتشافت في مصر وفي الوطن العربي؟ وابرز الاماكن اللي اترصدت فيها كانت فين؟ خلينا نعرف للناس الاول يعني ايه شهب وزخات شهب. الشهب واحنا عارفين بقايا او الغبار الكوني اللي بيحيط ببعض الاجرام السماويه اللي موجوده في الكون اللي حوالينا. لما بتقرب الاجرام دي من الارض، الغبار ده بيدخل من الغلاف الجوي في صورة أجسام لامعة اللي هي شهب. الشهب دي بيكون يا إما فرادة أعداد قليلة أو بتكون زخات زي زخات المطر لما بيكون عددها كبير شوية. بتسمى كل زخة شهب إلى الكويكب أو الجرم السماوي اللي هي جاية منه، يعني عندنا الجوزاء، الرباعيات اللي إحنا بنشهدها، الأسديات، واخد بحضرتك؟ الشهب الرباعيات اللي ذروتها كانت امبارح والنهارده دي حوالي 40 شهاب في الساعه، وده عدد يعني مش قليل. احنا بنشاهد اجسام مضيئه لامعه بتخترق الغلاف الجوي للارض وبتنطفئ قبل وصولها للارض، يعني ما فيش فيها مشاكل، ما بتاديش الى حرائق ولا اضرار ولا اي تاثير سلبي على الارض ولا على حياه على الارض. طبعا اوقات الزخات شهب المختلفه اللي بتخلي زخه شهب دي مضيئه ولامعه وكويسه او ان بتكون غير مهمه، طبعا عوامل كتيره منها لو القمر اللي موجود في السماء في الوقت ده اذا كان بدر او هلال او محاق، ده بيكون ليه تاثير لان كلما زادت اضاءه السماء قلت فرصه رؤيه الشهب او زخه الشهب. طبعا خارج المناطق العمرانيه المضيئه بتكون الرؤية أفضل، يتم رؤيتها كلها بالعين المجردة لأنها طبعا زي ما قلنا أجسام لامعة ومضيئة. الجميل لما بتكون زخات شهب دي وأعدادها كبيرة، ولا سيما لو في الوقت المتأخر من الليل، بتكون يعني مع السكينة اللي موجودة في الأفق بتدي يعني لمسة جمالية وروحانية مميزة.